خليني أقول لحضراتكم في البداية إن السمة اللافتة أو السمة المهمة وإحنا بنتكلم عن المشهد النهاردة هي النشاط الدبلوماسي والسياسي المكثف. في حاجات بتحصل على أرض مصر، في حاجات بتحصل خارج أرض مصر بيشارك فيها مسؤولين وسياسيين مصريين وأشخاص مهمين على أعلى مستوى جوه مصر وبره مصر زي ما بنقول. يبقى المشهد كله بيشير إلى تحركات مصرية مهمة، بيشير إلى سياسة خارجية عمالة تفتح في دوائرها، عمالة تتسع في مجالاتها، عمالة مساحتها تبقى أكبر وأهم وليها ثقل أكبر بكتير. خليني مثلا أقول لحضراتكم أو نفصل مع بعض في هذا المشهد الدبلوماسي أو المشهد السياسي اللافت اللي أنا بتكلم عنه النهاردة. مثلا في زيارة مهمة جدا لرئيس وزراء المجر فيكتور أوربان جه مصر، وكان في رسائل مهمة خلال هذه الزيارة. استقبله طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورحب بيه كصديق وأخ عزيز. الرئيس طبعا يعني أو رئيس الوزراء هم هناك بيعتبر في المجر منصب رئيس الوزراء هو منصب مهم جدا، له صلاحيات سياسية كبيرة تقترب من صلاحيات الرئيس أو ما يوازي أو يعادل الصلاحيات الرئاسية. ففخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بفيكتور أوربان بشكل يعني في حرارة ود، وسجل له أنه العلاقات المصرية المجرية المستمرة من أكثر من 95 سنة شهدت دفعة كبيرة في عهد فيكتور أوربان، هكذا قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الشيء كمان المهم أنه حصل مؤتمر صحفي جمع بين الرئيس السيسي وفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر داخل قصر الاتحادية. وبعض بقى المعلومات كده المهم أن احنا نتوقف قدامها، أن زيارة رئيس وزراء المجر لمصر قبل 7 سنوات كان فيها فهم حقيقي للأوضاع في المنطقة، هكذا أيضا جاء في المؤتمر الصحفي، وكان لمصر صوت حقيقي في الاتحاد الأوروبي من خلال دولة المجر. قد كده العلاقات بين مصر والمجر مهمة، حتى وإن كانت هذه العلاقات مش من النوع اللي احنا بنسمع عنه كتير كل يوم أو يعني مطروح بشكل كبير، لكن قوة العلاقة خلت المجر هي صوت مصر في الأوساط الأوروبية. الرئيس السيسي يعني أكد اعتزاز وتقدير مصر بهذه العلاقات باسمه وباسم كل المصريين. شوف مع حضراتكم التقرير. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء جمهورية المجر الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر. شهد اللقاء عقد مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين اتسمت بالتفاهم والتقارب في وجهات النظر. وفي هذا الإطار شهد اللقاء التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين. عقب المباحثات عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس وزراء المجر. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء دولة المجر الصديقة، السيدات والسادة الحضور، اسمح لي أن أنا أرحب بك صديق عزيز وأخ عزيز
فخامة الرئيس فيكتور باسمي وباسم الشعب المصري، وارحب بيك وبالوفد المرافق ليك. واسمح لي ايضا ان انا اسجل لك في ان احنا العلاقات المصريه المجريه النهارده بقى لها اكتر من تقريبا 95 سنه، ولكن شهدت العلاقات دي دفعه كبيره جدا خلال الفتره اللي دولتك كان موجود فيها على رأس الحكم في المجر. واسمح لي أقول لك إن إحنا أيضا من 7 سنوات في زيارتك لينا لمصر كانت بتمثل دعم حقيقي وفهم حقيقي للأوضاع في منطقتنا، والدعم ده مش بس كان من خلال الزيارة أو حتى التعاون، ولكن أيضا من خلال إحنا كنا لينا صوت في الاتحاد الأوروبي، كان الصوت ده هي دولة المجر بتقدم وتشرح وتفسر كتير من الأوضاع اللي كانت موجودة في المنطقة بما فيها الأوضاع اللي موجودة في مصر. فأنا أقدر هذا الأمر لكم وأعتز به باسمي وباسم كل المصريين. واسمح لي أقول لك إن العلاقات بين مصر والمجر تعد نموذجا يحتذى به في عالمنا الذي يمر في هذه الآونة بصعوبات وتحديات لم يألفها منذ عقود طويلة. وسبب تميز هذه العلاقات في تقديري هو توافر التفاهم المشترك والاحترام المتبادل لمواقف وقيم الدولتين، فضلا عن التوافق السياسي بين بلدينا إزاء الكثير من القضايا الدولية. وهي الأمور التي ناقشناها خلال المباحثات الثنائية التي عقدت اليوم. السيدات والسادة، لقد تركزت المباحثات مع دولة رئيس الوزراء المجري على بحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، حيث توافقنا على الفائدة الكبيرة التي ستعود على المستثمرين المجريين من الاستثمار في مصر وبشكل خاص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما شددنا على ضرورة مواصلة تكوين الروابط بين الشركات المصرية ونظيرتها المجرية، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالي الزراعة وإدارة الماء والري، والنظر في سبل التعاون لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، والعمل على زيادة عدد السائحين بين البلدين. وأكدنا أيضا أهمية تنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350 عربة قطار سكك حديدية من المجر خلال الأطر الزمنية المتفق عليها، وتطرقنا إلى ضرورة بحث سبل التعاون المشترك لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر. تناولت مباحثاتنا أيضا أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النقل والتجارة والصناعة والطاقة والسياحة والزراعة والري وإدارة المياه، وكذلك في مجالي الثقافة والتعليم. هنا أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى دولة رئيس الوزراء على قرار السلطات المجرية بزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية المقدمة لمصر لتصبح 200 منحة سنوياً اعتبارا من العام الدراسي 2023-2024، كما أعرب عن تطلعنا لزيادة عدد تلك المنح مجددا في المستقبل في ضوء الاستفادة التي يحظى بها الطلبة المصريون من المنح المجرية ومن الدراسة في المجر. حيث أشاد رئيس الوزراء المجري بالعلاقات المصرية المجرية والحرص على تعزيز التواصل مع الرئيس لاستمرار التشاور والتنسيق إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، مشددا على عزم بلادي على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، لا سيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وإفريقيا. مستضيفونا الأعزاء، المجر ممتننة بشكل خاص للمجر في مسألة الهجرة. هذا موضوع كبير. ما الذي سيحصل للبشرية
وهل يستطيع الشعوب أن يبقوا في أوطانهم أو يحتفظوا بأوطانهم أو أن يكون هناك حركة عامة تغير كل شيء؟ نحن ننتمي إلى من لا يريدون بأن يتوطن في العالم أشخاص بلا وطن بلا شيء منسلخون عن أوطانهم ويشكلون أزمات جديدة بحركات السكانية الضخمة. لذلك نحن نسعى لمساعدة كل شعب على أن يبقى في بلده ويعيش بكرامة في بلده. لذلك يجب علينا أن نأخذ موقفا واضحا من الهجرة غير الشرعية، ونجد بأن هناك خط دفاع لأوروبا في شمال أفريقيا، والقلعة الأحصن فيها والأقوى فيها جمهورية مصر العربية. لولا وجود مصر ولولا ممارسة سياسة مصر لما تمارسه، فإن أوروبا ستكون الآن غارقة في مشاكلها. إن استقرار مصر والعمل الذي تقوم به مصر مرتبط بشكل وثيق جدا بأمن أوروبا وبأمن بلدنا. للعمل الذي تقومون به، أوروبا يجب أن تكون ممتنة وتكون شاكرة على العمل الذي تقومون به وعلى عملكم بشكل خاص فخامة الرئيس. نحن بدورنا نسعى بكل ما بوسعنا للتعبير عن هذا الشكر والامتنان والدعم الذي تستحقه. أخيرا أود أن أخبركم بأننا أجرينا مفاوضات رائعة في العلاقات الثنائية، وهناك أيضا منتدى رجال أعمال يشارك حاليا يجري، يشارك فيه شركات مجرية ومصرية 86 شركة، وهذا يشير إلى قوة العلاقة بين البلدين. وكذلك سنستطيع أن نشكل تعاون في مجال الطاقة النووية. نحن للأسف يجب علينا أن نغطي طاقتنا عن طريق استيراد الطاقة، ونجد حلا مع جمهورية مصر العربية أنه بعد 2026 سوف نستطيع شراء الغاز المسيل من عندكم. وكذلك نحن سعداء لأن نقول لكم سيكون هناك تعاون في مجال الصناعة، وأقول لكم أن لن نبيعكم فقط منتجات، ولكننا سنأتي أولى هنا لتشكيل شركات مجرية مصرية مشتركة، ونصنع هنا في مصر، ونوطن صناعة منتجات رائعة وممتازة في مصر ذات مستوى عالي. وأخيرا نحن سعداء بأنكم ترسلون إلينا شبابكم من بنات وشباب. نحن سعداء أن نستقبل كل سنة 200 طالب مصري، لأنهم هم الذي سيصبحون في المستقبل الجيل الجديد الذي سيواصل هذه العلاقة إن شاء الله المتينة التي نجحنا في بنائها في السنوات الماضية. أستطيع أن أقول لكم بأن ما نجحنا بالقيام به اليوم قد قمنا به، ولذلك أنا أشكركم فخامة الرئيس على المفاوضات وعلى الفرصة. شكرا.